ومعنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحجي. مرحبا بك يا أستاذ محمد. كيف تقرأ التظاهرات في كردستان إيران احتجاجا على إعدام النظام الإيراني معتقلين أكرادا؟ في بداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. حياك الله. طبعا هذا الأسلوب أسلوب الإعدامات في الشوارع هو ليس أسلوبا جديدا للنظام الإيراني، وإيران لديها قائمة طويلة من السجناء الذين صدر بحقهم حكم إعدام، يعني يستنى هؤلاء الفترة التي تراها النظام مناسبا ويتشنقهم في الشوارع لترهيب الشعب. لكن هذه المرة وبعد العقوبات التركية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أعطى الشعب الإيراني دافعا كبيرا لأنه هناك بسيط من الأمل أن الولايات المتحدة توقف دعمها المتواصل للنظام الإيراني، فهذا دفع الشعب خاصة الشعب الكردي بردة فعل قوية هذا النوع، وشهدت كردستان إيران اعتصامات وإضراب العمل سابقا ردا على إعدامات ماسدة. والنقطة هي أنه النظام الإيراني يتخوف كثيرا الشعوب غير الفارسية خاصة الأتراك والعرب، ودوما يحاول أن يفرض القبضة الحديدية بقوة وشدة أكثر. لذلك كان هناك إضراب عام للسبب ذاته، هل تتوقع امتداد هذا الإضراب والمظاهرات ومظاهر العصيان المدني، ولا سيما أن الأوضاع يعني تتفاقم في إيران عموما؟ يعني اليوم أنا أشير إلى انهيار جديد لسعر العملة في إيران، وبلغ سعر صرف الدولار في إيران 145 ألف ريال إيراني، رقم قياسي وتاريخي جديد. وكما توقع الدكتور حسين راغفر وهو أستاذ جامعة الزهراء في طهران بأنه سعر صرف الدولار حتى نهاية العام الإيراني الجاري أي مارس القادم سيصل إلى 400 ألف ريال إيراني مقابل كل دولار. وأنا أيضا أستظهر بتصريح آخر لنائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري الذي توقع بأن البلاد ستشهد فوضى عارمة كما وصفها وشغب أي احتجاجات خلال مطلع العام القادم 2019، وطالب مؤسسات النظام بأن تستعد لهذه الاحتجاجات من المؤسسات المدنية كالبلدية إلى المؤسسات القمعية كالشرطة والمخابرات والحرس الثوري. نعم. فجميع المؤشرات وتوقعات النظام الإيراني نفسه تقول بأنه هناك المزيد من التصعيد، ويتوقعون ويتحضرون لهذا التصعيد الشعبي بسبب نعم. الغلاء. طيب. واليوم كانت إحصائية نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنه 70% من الدخل الفردي في إيران يصرف على الطعام والاحتياجات الأولية فقط. طيب، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن إدارة ترامب تسعى، طبعا وزير الخارجية السابق، تسعى إلى تغيير النظام في إيران. هل فعلا وصل الاحتقان داخل إيران إلى إمكانية تغيير النظام؟ يعني الاحتقان داخل النظام الإيراني هو لا يقتصر على الشعب فقط، بل هناك أجنحة في النظام الإيراني بدأت تتصارع، ووصل الصراع إلى مستوى كسر العظم بين هذه الأجنحة، والجميع بدأ يعني يتذمر من الجانب الآخر. هذا بالنسبة للنظام. الشعب، وضع الشعب واضح جدا، الشعب لا يستطيع أن يلبي مطالبه اليومية الأولية، وهذا ما سيفجر الوضع في الداخل. خارجيا إذا لاحظنا هناك تحذيرات على قدم وساق من قبل الولايات المتحدة في المنطقة، فضلا عن القواعد التي لديها الولايات المتحدة 49 قاعدة تحديدا على جوار إيران شرقا شمالا غربا وجنوبا. والآن هناك تحضيرات ما بين قادة الأركان الجيوش العربية من أجل تنسيق، وهذا يتم برعاية أمريكية، اجتماعات في الكويت. وأيضا الولايات المتحدة
لأول مرة أرسلت سربا من طائرات F-35 الطائرات الحديثة الأمريكية إلى قاعدتها في البحرين. وهذه التحضيرات كلها لديها يعني تنذر وتنبئ بأنه هناك تصعيد في المنطقة، فضلا عن بيان البيت الأبيض أمس الذي حذر وحمل طهران أي حدث في العراق، يعني أقصد استهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق، سيتم الرد على إيران داخل إيران. هذا ما قاله البيت الأبيض أمس. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني يا سيد محمد المدحج.